السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة وتهكير جديد. اليوم لدينا تهكير لعبة رامبيج. سوف أقوم بتهكير بتطبيق اللكي باتشر، وهي لنبدأ الشرح. قم بالدخول إلى تطبيق اللكي باتشر، قم بالضغط على خيار اللعبة، ونقوم بالضغط على فتح قائمة باتشات إنشاء ملف إيبيكي مع الدور، ونقوم بالضغط على إعادة بناء الملف إيبيكي. حسنا أصدقائي، لما يتم تهكير ملفات اللعبة سوف أرجع لكم. ورجعت لكم مرة أخرى أصدقائي، تم تحكيم ملفات اللعبة من رجاح. الآن أضغط انتقال للملف وبالضغط لإلغاء التثبيت والتثبيت. حسيت أصدقائي لغينا تثبيت اللعبة، الآن نقوم بالخروج من تطبيق اللكي باتشر، نقوم بالدخول إلى الملفات، نقوم بالضغط على وحدة التخزين الداخلية، ونقوم بالبحث عن ملف الذي اسمه موديفايد، نقوم بالضغط عليه، ونقوم بالضغط على الملف الخاص باللعبة وهو رامبيج. أين هي اللعبة؟ بس انتظروا قليل، ها هي، نقوم بتثبيتها، نقوم بالانتظار قليل. تم تثبيت اللعبة من جاهز أصدقائي، الآن نضغط تم، نقوم بالخروج من مدير الملفات، نقوم بالدخول إلى اللعبة. هاي اللعبة كما ترى قدامكم. نقوم بالضغط على متجر زيادة، أقصد متجر السيارات. مثلا نقوم بالضغط على هذه، نقوم بالضغط على زيادة الأموال وهي 3 مليون. وزقاي كما ترون قدامكم، استطعنا تهكير لعبة رامبيج بسهولة تامة، واستطعنا نجيب فلوس لا نهائية كما ترون قدامكم يا أصدقائي. استطعنا نجيب فلوس كثير كثير كثير، يعني لديكم بنك لا نهائي كما ترون أصدقائي. لدينا 33 مليون. حسنا أصدقائي، إلى هنا ينتهي فيديو هنا اليوم، إن شاء الله تستفيدوا من طريقة الشرح سهلة جدا، ولا تنسوا تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد ننشره، وإلى اللقاء.